ونتابع المزيد من التفاصيل والمعلومات حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وينضم إلينا من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات. أهلا بك دكتور. بداية، كيف تتابع الحراك الفلسطيني الأخير الذي تشهده السلطة الفلسطينية مع استقالة رئيس الوزراء محمد إشتية وتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة كونه رجل اقتصاد؟ هل هذه هي الخطوة التي تحتاجها السلطة الفلسطينية ويحتاجها الفلسطينيون الآن؟ تحياتي. يعني تشكيل حكومة جديدة، حكومة التكنوقراط برئاسة محمد مصطفى، عمليا هو استحقاق فلسطيني بالتأكيد، وأيضا استحقاق دولي يعني، وهذا ربما اشتراطات دولية حتى، وتلاقت المصلحتان، المصلحة الفلسطينية الداخلية والمصلحة أيضا الدولية. هل يحتاج الفلسطينيون إلى وزارة جديدة؟ بالتأكيد، لأنه هناك مرحلة جديدة وتتطلب مهمات جديدة وأهداف جديدة أيضا وتحديات جديدة، ولهذا السبب كل رئيس وزراء يعني كل وزارة عادة تشكلها أي دولة أي جماعة عمليا هي تناسب الظرف والمكان والزمان وأيضا التحديات. الحكومة الجديدة التكنوقراط هذه يبدو أنها يعني ستكون التشكيلة أو الحل الذي يقبل به الجميع الخروج من عنق الزجاجة، من الأزمة الكبرى التي الكل وصل إليها بما فيها إسرائيل المحتلة على فكرة، لأنه أيضا إسرائيل المحتلة عمليا عندها جدل كبير وعميق حتى علني بين جالنت اللي وزير الحرب ورئيس الوزراء نتنياهو حول من يدير غزة في اللحظة التي نتنياهو يرفض فيها وجود فتح أو حماس. جالنت يقول لا، أنه ممكن جدا أنه يتم التعاون مع السلطة الفلسطينية. حكومة التكنوقراط بالتأكيد يعني قد تكون حل مناسب للجميع، ولهذا السبب رحب بها البيت الأبيض، المجلس الأمن القومي الأمريكي، بريطانيا، الأمم المتحدة وأيضا الإخوة العرب. وبالتالي نعم، يعني يبدو أن هذه الحكومة كما قلت حل مناسب للظرف الخانق والمعقد الذي وصلت إليه المنطقة كلها. يعني دكتور، ترحيب كما أشرت واسع نطاق بهذه الحكومة، ولكن يعني حركة حماس كان لها رأي آخر، حيث أنها انتقدت هذا التكليف للدكتور محمد مصطفى بشكل واضح، وكان رد حركة فتح باستغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام وما إلى ذلك. يعني كيف تقرأ هذه التصور؟ يعني دعينا نتجاوز الموقف الأول أو الأولي للفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس الرافضة لهذه الحكومة باعتبارها خطوة يعني انفرادية واستباقية. نعم. ونقول أنه في نهاية الأمر أعتقد أنه حركة حماس لن تعارض أن يكون هناك حكومة تكنوقراط قد تشارك فيها، بمعنى أن تسمي بعض أعضائها أو بعض لجانها أو أن تشارك في أن تكون إحدى مرجعياتها، بمعنى أنه أيضا حماس لن تعارض أن يكون هناك حكومة تتقبل المساعدات الدولية وترميم قطاع غزة وإعمار قطاع غزة وإدارة شؤون الناس بدل أن تديرها إسرائيل أو تديرها إدارات مقبولة من قبل المحتل أو يصلحها المحتل، وبالتالي أن تكون هناك حكومة تكنوقراط فلسطينية تأتي بالتوافق وبالتنسيق مع حركة حماس وأيضا المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. أنا أعتقد أنه بناء الأمر حماس لن تكون ضد ذلك. نعم. دعينا نقول أنه الموقف هذا الموقف الأولي للرفض قد يكون من أجل رفع السعر أو تحسين التفاوض. نعم. أو القول أنه تفضلي. يعني دكتور، لكي تستوعب ربما حركة حماس هذه الحكومة ودورها المهم في المرحلة المقبلة، ربما يجب علينا الحديث أيضا عن ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وهو أمر هام جدا في هذه المرحلة، تحديدا في ظل الحديث عن يعني كل شيء جديد يتعلق بواقع قطاع غزة ربما، ومحاولة يعني فرض رؤية تختلف عن الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بغزة ما بعد الحرب. تماما سيدتي، شوفي يعني
ايضا هذه الحكومه، وانا هنا لست يعني لست مع ولا ضد، انا اوصف الامر كما هو. نعم. ال يعني عوده او مجيء او عوده، خلينا نسميها عوده الحكومه التكنوقراط الى قطاع غزه، لا يمكن له ان يكون بالفرض او بالاجبار، لا يمكن الا ان يكون بالتنسيق وبالتوافق، لانه بالتاكيد حكومه من هذا النوع تاتي الى قطاع غزه وهو قطاع مدمر وناس جوعى مرضى ويعني عندهم طلبات هائله ومكان مدمر، لا اعتقد انها ستاتي كما قلت بالاجبار او بدون توافق، حتى لا تكون وكانها تاتي على ظهر دبابه اسرائيليه، لا يمكنها ان تفعل ذلك. لهذا السبب انا برايي انه سيكون هناك حوار مع حماس، وسيكون هناك يعني ارضاء لجميع الاطراف، خاصه انه حماس الان هي ايضا بازمه كبرى، هي لا تستطيع انه ترمم غزه، تعمر غزه، تقود غزه، تدير غزه، هي ستبقى حركه مقاومه وكل احترام وجزء من النسيج الوطني الفلسطيني، ولكنها ايضا هناك استحقاقات، هناك ظرف، واي حركه في الدنيا، اي حزب، اي سلطه، اي دوله بدك تقرا الواقع جيدا، يعني اذا لم تقراه جيدا فبالتالي تعاند الواقع. لهذا السبب انا برايي مع احترامي طبعا لرؤيه حماس انه هذا قرار متفرد الى خلاف، ولكن ايضا في نهايه الامر هناك قطاع مدمر، هناك مواطنين بحاجه لمساعده، هناك ضروره قبول مساعدات دوليه بدلا ان يتقبلها ادارات معينه او يوزعها ناس معينين لا يعملون من اجل مصلحه الشعب الفلسطيني، لا يعني ان يكون هناك جسم فلسطيني متفق عليه، متفق عليه. انا برايي انه هذا حل نتيجه لكل شيء، نتيجه للتوحش الاسرائيلي، نتيجه للموقف الغربي اللي هو اللي عمليا بيتغير او اصبح عنده بعد هذه الحرب رؤيه جديده، وبالتالي لابد من الفلسطينيين ايضا يمسكوا بين بعضهم. على فكره ان ظلت المواقف هي يعني انه حماس تتمترس بخنادقها وفتح تتمترس بخنادقها والامور تجري بهذه الطريقه، اعتقد انها خساره للجميع، خساره حقيقيه للجميع. نعم دكتور، إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى، المجتمع الدولي الآن يحاول أن يضغط على الجانب الإسرائيلي لأولا إدخال المساعدات، ثانيا لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، إلى أن إسرائيل لا تزال ترتكب الجرائم. آخر هذه الجرائم كانت المجزرة التي ارتقبت بحق مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في منطقة دوار الكويت بالقطاع. في رأيك لماذا تستمر إسرائيل في هذا التصعيد، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يواجه هذا التصعيد في ظل المحاولات لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار؟ أولا الضغوط حتى اللحظة ليست لم تصل بعد لأن تكون ضغوط حقيقية فاعلة لكبح جماح إسرائيل، يعني حتى الضغوط الأمريكية، لاحظ أنه اللي بيضغط الآن على إسرائيل هو أمريكا وحليفتها، هي شريكتها في الحرب، الذي يضغط على إسرائيل، على الحكومة الإسرائيلية مش على إسرائيل، على الحكومة الإسرائيلية هو حليف صديق عميق واستراتيجي اسمه أمريكا، تضغط على الحكومة الحالية. لاحظ أنه الكريم العربي لا يضغط بنفس الطريقة اللي يضغط بها أمريكا، الاتحاد الأوروبي يلحق الإدارة الأمريكية في الضغط، ولكن الضغوط الأمريكية والضغوط الأوروبية لم تصل بعد لأنه تؤثر على إسرائيل بحيث أن إسرائيل تتراجع عن مثلاً استغلالها للمساعدات كسلاح عقاب ضد الفلسطينيين أو التنكيل بالفلسطينيين أو اقتحام رفح أو الاحتلال، إعادة احتلال قطاع غزة، كل ذلك إسرائيل تفعله بوقاحة شديدة وبصنف شديد. بالعكس هناك حتى مقاومة يعني من حكومة إسرائيل ضد إدارة أمريكا وتتهمها باتهامات كثيرة. إذا بالتالي هذه الضغوط لم تصل بعد إلى أن تكون حقيقية وفاعلة. لو إسرائيل على فكرة أمريكا تستطيع أن تضغط على إسرائيل بالمناسبة، ولكن أمريكا الإدارة الأمريكية هي بين 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 نارين، بين أن تضغط على الإدارة الأمريكية على الإدارة على حكومة إسرائيل بحيث أنه توقفها عند حدها، وما بين اللوبيات الضخمة اللي موجودة في أمريكا اللي بتمنع الإدارة الأمريكية من أن تذهب بعيدا في هذا الضغط. ثالثا النقطة المهمة انه امريكا نفسها، اقصد بايدن وحكومة والادارة الديمقراطية، هي عمليا ادارة مع اسرائيل تماما، هي شريكة في الحرب، وبالتالي لانها شريكة في الحرب هي كل ما تريده من هذه الحكومة انه تقود او تؤدي هذه الحرب
بالشروط الامريكيه، والشروط الامريكيه شروط ذات خبره، عندها معرفه، عندها قدره هائله على التعامل مع حالات مشابهه كما كان في العراق، كما كان في افغانستان. ولكن اسرائيل الذي يحكمها عقليه الثائر وعقليه البطش وعقليه الاجتثاث عمليا لا تخضع لما تقوله امريكا. هذا هو السؤال. لذلك الضغوط مره اخرى باختصار، الضغوط لم ترقى بعد الى ان تكون ضغوط حقيقيه. نعم، يعني هناك من يتحدث عن ان يعني تحديدا في الوسط الامريكي استاذ يتحدثون عن انه بايدن اساسا خلافه مع نتنياهو وليس مع حكومه اسرائيل او حتى مع اسرائيل كدوله، وبالتالي كان هناك عدد من المواقف التي لحقت ربما وارتبطت بهذا التحليل، حيث أن بايدن يعني أثنى على خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الذي تحدث عن ضرورة إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام. يعني كيف قرأت تلك التصريحات الأمريكية، وهل تتعارض مع خطابات أخرى تؤكد الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل في حربها على غزة؟ بالضبط بالضبط، هو عمليا النقاش أو الجدل أو إذا بدك الحرب أو الضغوط، الضغوط التي تمارسها إدارة أمريكية تمارسها على حكومة إسرائيل وعلى رئيس الوزراء اللي هو نتنياهو، وتتهمه بكل الاتهامات. ما قال تشومر عمليا هو يعني رؤية البيت الأبيض، ولهذا بايدن دعم ما قال تشومر دغري دعمه، ولكن بايدن والبيت الأبيض والإدارة الأمريكية هي عملية تدعم إسرائيل، وكما قال بلينكين هو مع إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأنه 7 أكتوبر لا يتكرر. يعني عم ترجم الفعلية لهذا الكلام أنه أمريكا مع الحرب ومع اجتثاث المقاومة الفلسطينية، لكن الكلام هو عن نتنياهو اللي عمليا الناشز اللي لا يطيع ولا يأتمر بأوامر أمريكا ولا بنصائحها. أمريكا عندها رؤية مختلفة عن رؤية نتنياهو للحرب، هي مش ضد الحرب ولا ضد إسرائيل، هي ضد طريقة نتنياهو في إدارة الحرب، يعني ضد ما قاله نتنياهو عن اليوم الثاني للحرب، ضد نوايا نتنياهو باجتياح رفح، ضد نتنياهو في إدارة المفاوضات، ضد نتنياهو في إدارة المساعدات، ضد نتنياهو في الحاق الأذى بالمدنيين. هذا هو ما تطالب فيه الإدارة الأمريكية نتنياهو، الذي يعتقد هو أنه كل النصائح الأمريكية مش صحيحة ولا تنفذ ما يريده. وماذا يريد نتنياهو؟ يريد إطالة الحرب، يريد إيقاع الأذى بالفلسطينيين، يريد تدمير قطاع غزة، يريد احتلال غزة، يريد اقتحام رفح، لا يريد المفاوضات، يريد إخراج الرهائن لم يعد بالنسبة له ليس مهما هؤلاء، يريد تحطيم المقاومة. إذا بالتالي هناك خلافات في الأداء، لكن مش خلافات على المضامين، المضامين بأنه استمرار الحرب واجتثاث حماس هي أيضا فكرة أمريكية إن لم تكن أمر أمريكي. ولكن ألم تصل فكرة الإدارة الأمريكية أو موقف الإدارة الأمريكية من خلال التصريحات على الأقل بأن هناك طريق مسدود فيما يتعلق باستمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة؟ هل يبدو لك من حتى تصريحات جو بايدن بأنه يرى بأنه يجب تغيير الحكومة الإسرائيلية وإجراء انتخابات كي يكون هناك رئيس وزراء لإسرائيل جديد؟ هل ربما بالفعل وصلت العلاقات بين بايدن ونتنياهو إلى هذه الحائط الصد، هذا الحائط الصد؟ صحيح صحيح. هل يعمل بايدن على ذلك في الفترة الحالية؟ على فكرة أنا أتفق معك يا صديقي، أتفق معك أنه الإدارة الأمريكية يعني نفذ صبرها من نتنياهو وتعتقد أنه ليس منه رجاء يعني على الإطلاق. بعتقد أنه الهجوم اللي كان فيه شومر وهو رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وهو يهودي بالمناسبة وصديق لنتنياهو وصديق لإسرائيل، أعتقد أنه عندما يتصدى تشومر لهذا الكلام العلني اللي فيه هجوم شديد على نتنياهو ويقول عنه عقبة لطريق السلام، أعتقد أنه نعم
الإدارة الأمريكية نفضت يدها من نتنياهو وترغب بتغيير هذه الحكومة. وبالعادة الشمر كان واضحا جدا عندما قال أنه نتنياهو يعتبر بأمر الوزراء المتطرفين في حكومته، وبالتالي هذا هجوم غير مسبوق على فكرة، لم يكن من قبل بالمناسبة. لهذا السبب نعم يعني الإدارة الأمريكية تقول للجمهور الإسرائيلي اذهبوا للانتخابات، اسكتوا نتنياهو، نحن لا نريد أن نتعامل مع نتنياهو. حتى نفهم الصورة الكبيرة لهذا الموضوع برأيي أن هذا موضوع أيضا انتخابي، بمعنى إذا نتنياهو يطيل الحرب من أجل أن ينجح بالانتخابات القادمة، فبايدن أيضا يريد أن ينجح بالانتخابات القادمة. ولهذا السبب الإدارة الأمريكية ممكن أن تضحي برئيس وزراء إسرائيل، ولكن لن تضحي طبعا بإسرائيل، ولهذا السبب هي تصعب من الحرب الكلامية ضد نتنياهو من أجل أن يستعيد بايدن نعم. شعبيته وأسهمه الانتخابية. نعم دكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.